بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فالعبادات كما نعلم منها ما هو بدني يعتمد على البدن كالصلاة والصيام، يحتاج إلى قوة بدنية، ومنها ما هو مالي، سموه العلماء عبادة مالية، وهي الزكاة، تحتاج إلى المال كالزكاة والصدقات، تحتاج إلى المال. ومنها ما يجمع بينهما، يعني بدني ومالي، كالحج والعمرة. أيضا منها ما يتمثل في الفعل كالصلاة والزكاة والحج، هذا فعل أمر. ومنها ما يتمثل في الترك، نهي عن بعض الأفعال، وخاصة في الصيام. الصيام عبادة تركية، الكف عن أمر يسموه أمرا سلبيا، فإن الذي جعله عبادة هو أن المسلم يقوم بذلك بإرادته واختياره، قاصدا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو عمل بدني ونفسي إيجابي، له ثقله في ميزان الله، لأن هو في الصلاة قام بأفعال، وفي الصيام انتهى عن أفعال، انتهى عن الطعام والشراب.